اللي بيحصل دلوقتي هيبقى يعني ليه علاقة، هتلاقوا فاشن مش فاشن، احنا بنقدم فاشن، فاشن اللي هو الكورسات او الدورات التدريبية المهداة من الضيوف المحترمين بتوعنا ومن برنامج هي وبس ليكم. رجعنا بعد اول فاصل حبايب قلبي مع استاذ محمد منظور، نورنا النهارده يا فندم. الله يخليك، استاذ أهلا محمد بيك. المدير العام لمؤسسه تعليميه اسمها كرييتيف جروب، تمام صحيح؟ استاذه نهى حمدي منورانا. اهلا بيكي، اهلا بيكي. هتدربيهم ان شاء الله؟ صح، هتدربي البطنه قد الدنيا، ربنا يخليك. وهي اللي هتدربكم دلوقتي، هنفتح الثلاث خطوط ل 30 هديه او 30 دوره تدريبيه لتعليم الخياطه مع مكنه خياطه. حضرتك هتخلصي الدورة في كرييتيف جروب هي وبس، هتسلمك المكنة لأنه المكن ده مهداة من البرنامج بتاعنا إحنا ليكم. نقول كده صباح الفل، نعمل مشاريع، نكسب فلوس، نثبت نفسنا، نحب نفسنا زي المقدمة، الصحة النفسية، نلاقي حد كويس ونكمل بقى حياتنا معاه والدنيا تمشي زي الفل. نورنا النهارده في أول فقرة في البرنامج بتاعنا. خليني أسأل الأول أستاذة نوع، عشان هما حاطين التايتل بتاعها مدربة باترون. يعني إيه مدربة باترون؟ مدربة باترون يعني ببدأ إن أنا أدرس للعميل إزاي ياخد المقاسات بتاعته بطريقة صح وبطريقة غلط، إزاي أقعدهم على المكن، ازاي اخليهم يرسموا، ازاي اخد المقاسات بتاعتي. تاخدي المقاسات بتاعتك بيبقى ليها طريقتين، يعني انا بدرس على نفسي مثلا ازاي اخدها بطريقه صح، بطريقه ان انا اداري الدفوهات اللي في جسمي، ارسم اداري الدفوهات اللي في طبعا اداري الدفوهات، يعني التفصيل مستو ان هو بيخليك لو في حته في جسمك يعني مليانه تخبيها، لو حته رفيعه برضو نخبيها، التفصيل يعني شطرت التفصيل في كده. طب اسمحي لي، يعني انا دلوقتي معايا مازوره، تمام مظبوط صحيح كده؟ تمام. بجيب المازوره واحط المازوره واشوف انا وسطي قد ايه، تمام. انا مش عارفه ايه قد ايه، رجلي قد ايه، وهكذا، تمام. وبكتب ونكتب حلو قوي. وبعدين بنبدا نحط القوانين بتاعه الرقبه، بتاعه الصدر، الوسط، الهيب، كل دوت، ونرسم اكن في جسم مرسوم على الورقه. وبعد كده بنبدا ناخد الورقه ديت نحطها على القماش ونبدا نفصل مثلا. وده الباترون؟ ده الباترون. اعرف جسمك، نفس جسمك بيتحط على الباترون. اعرف افصل لنفسي وافصل لغيري، اعمل مشروعي، اعيش حياتي. وده حصل كتير معانا، يعني في من عملاء كتير عندنا عملوا براندات. معظم العملاء عندنا بيبقوا جايين مثلا، في مثلا فئه البنات المحجبه مش عايزه تلبس قصير، فبتيجي اللي هي نظام تلبس نفسها طويل واسع. في مثلا اللي شايف ان الاسعار غاليه بيبدا مثلا يعني يجيب قماش ويعمل حاجه ليه لبنته، فاهماني؟ وفي اللي بيبقى جاي عايز يفتح براند. البنات بتبدا تشوف الحاجه على الاونلاين، يجيبوا الصور بتاعتها ويقولوا لنا عايزين نعمل زيها، زي مثلا الشيميزات الاوفر سايز والحاجات دي كلها. وبيعملوها. طيب استاذ محمد، ايه هي كرييتيف جروب؟ كرييتيف احنا شركه بقى من 2015. طيب. عندنا 7 فروع. اوكي. عندنا فروع في المحافظات زي الزقازيق، المنصوره، المنوفيه، اسكندريه، وعندنا 3 فروع في القاهره اللي هم الدقي ومدينه نصر واكتوبر. احنا عندنا جزء فني كامل خاص بتعليم الخياطه، تعليم الباترون او الفاشون، عالم تعليم الفاشون. تعليم الخياطه غير تعليم الباترون؟ ما هو الباترون ده حاجه والخياطه حاجه برضو، يعني انا برسم الباترون وبعد كده بتعلم ازاي اخيطه على مكنه الخياطه. حلو. وعندنا جزء في الاول خالص تعليم الفاشون بقى اللي هو التصميم نفسه. ازاي ابدا اعمل السكتش بتاعي، ازاي اشوف مثلا ان انا التصميم اللي انا عايز اعمله، وبعد كده بدخله في مرحله التطبيق اللي هي الباترون، وبعد كده مرحله الخياطه. افرض حد ما بيعرفش يرسم اصلا، ما احنا بنعلمه. حتى لو ما بيعرفش يرسم، حتى لو ما بيعرفش يرسم، ما هو ده الطبيعي ان هو جاي يتعلم، فاحنا بناخد يعني حتى لو انا ما بعرفش خالص ببدا ازاي امسك القلم، اعمل السكتش بتاعي، اطلع الفكره التصميميه اللي في دماغي وابدا اعمل لها اظهار، وابدا اعمل لها تلوين، بعد كده نبدا نطبقها. في متوسط شهر لشهر ونص، دي مرحله التصميم، ان انا ابدا اعمل سكتشات واحد، ثم مرحله الباترون. قد ايه وقت؟ متوسط شهرين 3 مرات اسبوعيا.
وده اللي احنا هنعمله مع المشاهدات بتوعنا صحيح؟ ايوه مظبوط. احنا هناخد الدوره كامله بدايه من الفاشن والباترون ومرحله التقفيل. ازاي اللي ترسم الخيار. ازاي تعمل باترون وفي الاخر ازاي تنفذ اللي احنا بنعلمه لها. بالظبط كده. كل ده بياخد وقت قد ايه؟ هيكون شهر ونص شهرين ادي تلات شهور. وفي مرحله ثالثه مرحله التشكيل على المانيكان، دي مرحله اخر مرحله في الكورس كله، يعني ممكن استاذه نهى تشرحها لنا بشكل تفصيلي. استاذ محمد اتفضل. هي عباره عن ست مراحل. المرحله الاولى بيبقى المستوى الاول في التفصيل، بتتعلمي الكاجوال، بتتعلمي تقعدي على مكان، بتتعلمي تفصلي. المرحله الثانيه بتبداي تخشي في السواريهات. السواريهات بقى وازاي في واحده مش عايز تعلم سواري. بصي، هو اللي بيحب يعني اللي داخل في مجال لازم يتعلم كل فيها كل حاجه لازم تتعلم. طيب المرحلة التانية بتبقى السواريهات، ازاي تعملي مثلا الديزاين بتاع السواري، ازاي تفرغي الجبير، ازاي يعني السواري. تمام. ايوه كل ده بياخد وقت عشان اللي هتتصل دلوقتي تبقى عارفة هي يعني زي ما بيقولوا ايه المستوى الاول بيبقى 8 حصص، هتختلف قد ايه من وقتها في حياتها اللي جاية علشان تتعلم تفصيل. يعني المستوى الاول ده بيبقى 8 حصص على مدار مرتين في الاسبوع. طيب بتخلص المستوى الاول بتخش على المستوى الثاني اللي هو السواريهات برضو مرتين في الاسبوع 8 حصص. طيب بيبقى ساعتين، مده الحصه ساعتين او ثلاثه. بعد كده بتبدا تخش في المرحله الثالثه اللي هو الفاشن، تبدا ان هي ترسم الجسم بس، الشعر، الميك اب، الحاجات دي. المرحله الثانيه بنعلمها ازاي تعمل مثلا الخامات، ترسم الخامات، لو شيفون ازاي تطلع بالالوان الخامه الشيفون، لمعه الجلد نفسها لو عايزه تعمل فستان جلد اللمعه دي بنعلمها لها ازاي تطلعها، حتى الفص بتاع الفستان السواري بنعلمها ازاي تحط الفص عشان تتخيل الموديل قبل ما تبدا تصممه. بعد كده بيبقى في يعني كده احنا عدينا اربع مراحل. بعد كده المرحله الخامسه اللي هي باترون الاطفال، تعمل اطفال، فساتين، سوارات اطفال، اللي انت عايزاه يعني، فهماني. بعد كده اخر مرحله اللي هي التشكيل على المانيكان، يعني الفستان بيعتمد على انك بتجيبي مانيكان بمقاس جسمك وتبداي تكسري عليه الشيفونات والحاجات ديت، فبتبقى المراحل دي كلها بتخليكي خدتي معلومه من هنا ومعلومه من هنا، بتخليكي طالعه يعني لو اشتغلتي على نفسك اكتر تقدري انك تفتحي اي براند مشروع. تمام. واحنا هنديهم مكنه الخياطه ان شاء الله، وبالتالي ان شاء الله يبقى المشروع كاملا، انتوا ان شاء الله تعلموهم واحنا نديهم مكنه الخياطه ان شاء الله. طيب هاخد التليفونات. حاضر، هناخد التليفونات بعدين ناخد التليفونات. الوقت كله 3 شهور مثلا ممكن. 3 شهور. 3 شهور تقدر تفتح لنفسها تتعلم، وتقدر تفتح لنفسها مشروع. واحنا نقدر كمان يعني لو ينفع، طبعا انا ما اتفقتش معاهم الكلام ده خالص والله قبل الهواء، وتضحك تقدر تقولي لا برضو. تمام. انه احنا نيجي في النهايات يبقى المكنه بتاعتها موجوده ان شاء الله، نعلمها عليها فهي تقدر انها يعني تتعلم منكم وتنفذ على المكنه بتاعتها. هو ده اوريدي بيحصل عندنا في وسط الكورس، يعني وسط الكورس القطعه اللي هي بتقصها وبتقعد على المكنه كمان تعملها. بس انا مش متاكده المكنه اللي احنا جايبينها هتبقى زي المكنه. هو المكن اغلبه متقارب يعني. اوكي. احنا جايبين المكن الحديث عامه اللي هو احدث حاجه. فنقدر نعمل كده، نقدر نخليهم يطبقوا عملي على معايا مين؟ اول تليفون معانا واول متصله في هذا الموسم هنوده هند. يا هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هنوده. ازيك يا رضا؟ ازيك انت يا روحي؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. عايزه تتعلمي تفصيل؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا هنوده، احنا معانا اول هديه من كرييتيف جروب. انا كان نفسي اكتبها والله السنه اللي فاتت بس ما حصلش نصيب. طب شفتي بقى نصيبك جه ازاي؟ الحمد لله. شفتي بقى؟ عايزه تعلمي تفصيل علشان تعملي مشروع ولا علشان تعملي أيوة. لنفسك واولادك وكده؟ ايوه ايه مين فيهم؟ يعني نفسي يبقى عندي حاجه زي كده، اعمل اخيط يعني حاجه كويسه. يلا واحنا معاكي يا هنوده وفي ظهرك يا باشا، واول هديه من كرييتيف جروب الدوره التدريبيه، واول هديه مكنه خياطه من برنامج هي وبس. تاني تليفون. طبعا احنا على قد ما نقدر
حاضر فاطمة، على قد ما نقدر هنحاول نطلع الجوائز، ما عرفناش نطلعها كلها في التوقيت بتاع الفاشن، هنحط بوست على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، حضرتك هتكتبي اسمك وبنختار بشكل عشوائي. معايا فاطمة. ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ ازيك يا بطة؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. عايزين نتعلم تفصيل ليه؟ عايزة ليكي ولا عايزة نعمل مشروع؟ لا أنا حابة الموضوع جدا بصراحة ومن زمان نفسي أتعلمه. ليكي انتي تعملي لبس ليكي ولا عايزة؟ ممكن ليا أنا ممكن أعمل مشروع برضه إن شاء الله. عندك كام سنة؟ عندي 26. مع صوتك صغير، اعملي مشروع. إن شاء الله. ركزي معايا يا فاطمة، اعملي مشروع الأول وبعدين ربنا يكرم حبيبتي. ماشي يا فاطمة؟ ان شاء الله باذن الله. تاني هديه من كرييتيف جروب، الدوره التدريبيه لتعليم التفصيل، برنامج هي وبس، مكنه الخياطه. ناني ناهد، يا ناهد. الو، مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ازيك يا روحي؟ الحمد لله تمام. ازيك انت يا رضوى؟ انا كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه كالعاده حبيبه قلبي. الله يخليك. كنت مرعوبه رعب وانا داخله يا نونو والله. الحلقه حاجه رهيبه. عايزين نتعلم تفصيل ليه؟ انا والله بتصل لبنتي، بنتي هي اللي عايزه تتعلم. ربنا يخليها لك يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. خلاص بنوته حضرتك بنتي ساره. ساره كسبت ثالث هديه من كرييتيف جروب ومكنه خياطه من برنامج هي وبس. ارجو بس حضرتك تخليكي معايا، ياخدوا بيانات في الكنترول تليفون، يعني على التليفون. هم دلوقتي بيقولوا لي ان انا ما نقفلش يا جماعه عشان الكنترول بياخدنا تاني، ياخد البيانات العنوان وهكذا عشان نعرف نتواصل معاكم ونتواصل مع كرييتيف جروب. طيب هاخد حاضر بقيت تليفونات. بس عندي سؤال، هل كرييتيف جروب متخصص فقط لغير في فكره ان هم يعلموا تفصيل زي ما حضرتك تفضلت وقلت لي الباترون الفاشن وكذا؟ لا، عندنا كذا تخصص تاني. عندنا جزء خاص باللغه الانجليزيه، تعليم اللغه الانجليزيه للكبار او للاطفال. عندنا جزء تاني ليه علاقه بالرسم، تعليم الرسم سواء بالرصاص او بالخشب او بالزيت باختلاف الخامات. عندنا جزء تاني ليه علاقه بالميك اب، كورسات ميك اب. عندنا جزء تاني ليه علاقه بكورسات دي اللي تدخل بتطلعش. دي بتعيش جوه. بتعيش. عندنا جزء تاني برضو ليه علاقه بقى بالتصميم الداخلي والديكور، زي اظبط الديكور بتاع شقتي. بناء على ايه بيتم اختيار المدربين لكل مجال؟ متخصصين. يعني مثلا استاذه نو، تمام، دي مدربة باترون، تمام، اللي بيعلم الرسم رسام مثلا، بيبقوا خريجين فنون جميلة أو فنون تطبيقية. يعني مثلا الباترون فنون تطبيقية قسم ملابس جاهزة. فنون جميلة بيخرج منها اللي بيعلم الرسم مثلا أو الديكور، حتى سواء من فنون تطبيقية أو فنون جميلة كذلك. طبعا. عندنا كورسات تانية بقى بس يعني ليها علاقة حاجات تخصصية شوية. برامج للمهندسين بتاع الكلام ده كله. برافو برافو برافو. طيب ناخد ناهد تاني. طيب اوكي، مساء الخير. الو، مساء النور. مساء الخير يا مدام ناهد. يا رضوى ازيك، عامله ايه؟ ازيك انت يا روحي؟ كل سنه وانت طيبه عند ضيوفك يا رضوى. كل سنه وحضرتك طيبه بالف خير يا رب. يا رضوى انا بخيط كويس قوي بس بدون باترون. كويس قوي بدون باترون. طيب هنتعلم الباترون يا مدام ناهد. حضرتك عايز تعملي مشروع؟ نفسي اتعلم خياطه بباترون. طيب ومش عايزه مكنه الخياطه كمان؟ نعم. مش عايزه مكنه الخياطه كمان؟ مدام ناهد؟ ايوه. مش عايزه مكنه الخياطه كمان؟ ايوه نفسي اعمل كله بقى. يعني كله يا مدام ناهد. مبروك كتير على كل الناس. يا رب يخليك يا روح قلبي. مبروك علينا رابع هديه من كرييتيف جروب، الكورس كامل او دوره تدريبيه لتعليم التفصيل هي وبس مكنه الخياطه. فحضرتك تتعلمي تفصيل، تاخدي مكنه الخياطه، تعملي مشروع، ربنا يهديكي، تعملي منتجات، ولو عايزه تبعتي لنا في البرنامج نطلعك في الفقره بتاعت هي وشطارتها، تعرضي المنتجات بتاعتك وان شاء الله الدنيا تمشي وتركزي كده تعملي فلوس وبعدين يبقى ربنا يكرمه والنبي. ها والنبي يعني كده. معانا مين؟ دي كانت مش هما بيقولوا لي معانا الرابع هديه من كرييتيف جروب، خامس واحده لسماح. يا سماح. الو، مساء الخير يا سماح. مساء النور. ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ ازيك انت روح قلبي؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ مبسوطه جدا اني كلمتك اصلا. نورتي الدنيا كلها اصلا. انتي ربنا يخليكي. ممكن اشترك معاك في الدوره؟ انتي اشتركتي وكسبتي خلاص. قولي لي عايزه هنعمل ايه خالص؟ هنعمل روحي هنعمل ايه؟ هنعمل بيها ايه؟
والله انا حابه الخياطه الموضوع ده ويعني هوايه عندي. يعني عايزه تعملي مشروع يا سماح ولا عايزه تعملي مشروع؟ لا انا هوايه ليا. هوايه ليك. ممكن اعمل لو انا اجتي فيه ممكن اعمل مشروع. يا رب يرزقكم. انا عندي بنوتي برضو نفسها تعمل الموضوع تتعلم معايا فممكن انا وهي نتعلم مع بعض. عندها كام سنه؟ عندها 14 سنه. 14 ينفع؟ في عندنا ناس بتيجي 14 سنه ينفع؟ لكن انا اللي مسافره. طب ما ديك انت وبنتك. ربنا يخليكي. معقوله؟ عايزه لا بس هتديني بوسه. هتديني بوسه دي بوسه. انت عايزه بنتك تتعلم معاكي؟ بصراحه هي عندها بتحب الحاجات الهاند ميد والحاجات دي كلها فانا نفسي في حاجه يعني حاجه موثوق فيها ان انا وبالذات انت انا متابعاكي على طول روحي فمش هلاقي زيك البرنامج. طيب انا هديكي دورتين بس هديكي مكنه واحده. اوكي اتفقنا؟ بجد يا رضوى؟ والله العظيم هديكي دورتين بس مكنه واحده. خلاص اتفقنا؟ اوكي مبروك علينا سموحه. دورتين اروح قلبي من كرييتيف جروب ومكنه واحده من هي وبس. خليكي معايا قلبي ياخدوا بيتك في الكنترول معانا. انا عندي مشكله السماعه هنا. ليه؟ طب ناخد دقيقتين يعني ناخد يعني اي جماعه ما خلصتش غير 6 و5 مكانات حرام عليكم. معايا ياسمين. ايوه انا ياسمين. ازيك يا ياسمينه؟ ازيك يا رضا؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله كل سنه وانتي طيبه. وانت طيبه. هتعملي مشروع ياسمين؟ لا هو انا بتصل عشان انا مبسوطه جدا اصلا ان انا يعني اتقبلت في المكالمات او ان انا قدرت اخد يعني مكان لاني نفسي اعمل حاجه لامي. هي تعبت جدا معانا وكبرتنا احنا كلنا لحد ما بقينا احسن ناس في احسن مراكز في احسن حاجه في الدنيا انا واخواتي، وهي كان حلم حياتها ان هي تتعلم الخياطه. ف يعني انا مبسوطه قوي ان انا قدرت اكلمك ونفسي ان هي تتعلم الخياطه تاخد الكورس ومش عارفه هل ينفع ان انا اتعلم معاها ولا لا. انتي بس انا الاولويه بالنسبه لي الام. انتي عشان مامتك ينفع وعشانك ينفع اي حاجه في الدنيا. بجد يا رضوى؟ شكرا قوي والله بجد. هناخد 2 دوره تدريبيه من كرييتيف جروب ومكنه خياطه لماما. طبعا شكرا ليك يا رضوى. ماما عايزه ايه تاني ياسمين؟ ولا حاجه، هي حلم حياتها تتعلم الخياطه، هي من زمان كان نفسها تتعلم، هي عندها 58 سنة. فهي يعني تعبت قوي معانا، ربتنا أحسن تربية، طلعتنا كلنا في أحسن أماكن، شغالين الحمد لله أنا وإخواتي، ولحد النهاردة بتقولي نفسي أتعلم خياطة. ربنا عايزة أقول لك أنا أول ما شفت أصلاً الموسم السابع وشفتك إن أنتِ عاملة دورات فور فري، أنا قلت الصراحة هجرب بس ما صدقتش إن ممكن إن أنا أدخل عشان أنتِ بنت حلال، عشان أنتِ بنت حلال، ربنا يخلي لك ماما يا حبيبة قلبي. ياسمين مبروك علينا، كسبنا 2 دورة تدريبية عشان تروحي انتي وماما ما تسيبيهاش لوحدها، ومكنة خياطة مهدية من برنامج هي وبس ليكي انتي وماما. ولو أي حاجة تانية ياسمين ماما عايزاها برنامج هي وبس موجود جزر ننفذ على طول. معايا يسرية. أيوه مساء الخير يا يسرية. مساء النور. ازيك يا يسرية؟ الحمد لله. مدام رضوى معايا؟ بلاش مدام دي، أنا من أهل البيت. أهلا وسهلا. أنا من أهل البيت. انت اختي. اهلا وسهلا بيكي يا روحي. هنتعلم التفصيل. طيبين كل سنه وانت طيبه. هنتعلم. انا كفايه انا بتشرف ان بتصل بالقناه ديت لانها هادفه وبتقولوا حاجات كويسه بتفيدوا الناس كلها. والله يا رب دايما كده في تقدم على طول. يا رب يا حبيبتي خليكوا ليا. قولي يا سرية، عايزين نتعلم الخياطه علشاننا ولا علشان نعمل مشروع؟ انا وبنوتي ومعاها بنات صغننين فكل ده عايز يتعلم يعني يستفيدوا كده. عندكم الاعمار بس ممكن اعرفها؟ انتوا هتسعفوني بقى. ممكن اعرف الاعمار يا يسرية؟ انا 50 وبنوتي 30. ما شاء الله. وبناتها 10 سنين. لا احنا هناخدك انت وبنوتك. ماشي. ال10 مش هينفعوا. لا انا بقول لك يعني ربنا يخليهم لك كلهم يا روح قلبي. وهناخد مكنه خياطه هديه من برنامج هي وبس. اتفقنا؟ اتفقت. مبروك عليك يا روح قلبي، دورتين تدريبيه من كرييتيف جروب ومكنه. انتوا طبعا بتكتبوا ورايا اوكي، ومكنه خياطه من هي وبس. هاخد اخر تليفون للاسف لانه الوقت خلص خلاص. هاخد اخر تليفون. رحمه. يا رحمه. الو. مساء الخير يا رحومه. مساء النور يا رضوى. كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه. عايزين نتعلم خياطه علشاننا ولا عشان نعمل مشروع؟ بصراحه عشان الاثنين. عشان الاثنين. حلوه. ركزوا معايا من بلد صناعه. طيب
كسبنا دوره تدريبيه من كرييتيف جروب، وهتخلصي تاخدي مكنه خياطه احدث موديل من برنامج هي وبس. ايمانا مننا ان احنا بنحاول نزقكم علشان تحبوا نفسكم فالدنيا تظبط ونعمل حاجات. خلاص مبروك عليكي قلبي، خليكي معايا ياخدوا بياناتك في الكنترول. مبروك على كل الستات وكل البنات اللي كسبوا دلوقتي في هذه الفقره مع كرييتيف جروب الدورات التدريبيه لتعليم التفصيل. كمان مبروك عليهم المكن المهدية من برنامج هي وبس. كل المسابقات دي، اي مسابقه هتحصل النهارده وقتها هيبقى قليل، هنكمل على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، هنحط البوست حضرتك تقدمي. انا بتكلم بسرعه جدا، هنختار بشكل عشوائي وان شاء الله الف 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 مبروك. استاذ محمد، استاذه نهى، نورتونا النهارده وجزيل الشكر للهدايا اللي انتم قدمتوها وبتقدموها لمشاهدات هي وبس. ميرسي قوي كمان على الفكره، كرييتيف جروب، الابتكار، الافكار. فبشكر حضرتك جدا، مش هوصيكي لا امانه في رقبتك ان شاء الله ستاتي وبناتي هتشوفي الموديلات بتاعتهم وهنيجي نوريها لك. اتفقنا ان شاء الله. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، فاصل قد كده اهو، نرجع عليكم من هي وبس.